حياكم الله شباب، تحياتنا لكم، قناتكم الاولى الخاصه بالبلابل. اذا ما مشترك اشترك ولايك للفيديو وصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. هذا الفيديو يخص ايضا بعض المعلومات اللي تخص تربيه الافراخ ضمن سلسله يعني سويتها لكم حتى نحصل على افراخ صحه جيده ممتازه وبدون امراض مستقبليه وبدون الاهم شلل اللي يضرب الارجل والجناح اللي يصير عند الافراخ، وهو التشميس. التشميس ضروري للافراخ ولو بمعدل مرة أسبوعيا على الأقل، أما إذا تشمسني يوميا فهذا شيء ممتاز. بالنسبة للوقت أقل وقت خلي يكون 5 دقائق 10 دقائق ماكو مشكلة. إذا ما عندك مجال برا طلعهن، تقدر تخليهن بالشباك مثل ما هسه أنا خليتهن بالشباك ودي أخذن شمس. الشمس تفيدهن حتى يحصلن على فيتامين D3. D3 اللي موجود أكثر شيء تحصله من أشعة الشمس، أحسن ما تجيبه من ملتي فيتامين أو قطرات خاصة حصلها من الشمس مباشرة. بنفس الوقت راح نحصل على الشمس حتى نكفي الفيتامين دي 3 لجسم الطير. وشغلة اللخ تفيدنا نتخلص من الطفيليات اللي بالريش تصير او الفاش او اي حشرات مستقبليا ممكن تصير. فالشمس هنا تشتغل لك تحصل منها فيتامين دي 3 وبنفس الوقت تحصل على التعقيم او التطهير لجسم الطير. مثل ما جاي تلاحظون خال هناني بالشباك، ما خالهن يعني برا، ياخذ اشعه كلش كافيه. ومثل ما قلت لكم مره بالاسبوع اقل تقدير اذا يوميه بعد احسن، والوقت 5 دقائق او 10 دقائق ماكو مشكله. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده.